نظم العشرات من موظفي الأجور اليومية في مديرية بلدية محافظة نجف الأشرف اعتصاما مفتوحا أمام مبنى المديرية وسط المحافظة للمطالبة بتفعيل القرار المرقم 315 وتحويلهم إلى عقود وزارية أسوة بأقرانهم في باقي المحافظات العراقية. احنا عقود وأجراء بلدية النجف، قبل 6 شهور صار عندنا اعتصام وعدونا المحافظ ومدير البلديه بسلفه 5 ملايين بدون فائده وبعرصات، لا السلفه حصلناها ولا العرصات ولا طبقوا قرار 315 اسوه باقي الدوار، يعني هاي الشريحه المظلومه يريد واحد يباوع لها يطالب حقها، هاي الشريحه بالحر بالبريد بكورونا تشتغل، هاي الناس محتاجه، هاي الناس احوج ما يكون تطبيق قرار 315، قرار 315 حق من حقوقنا، ما جاي نطالب غير مطلب قانوني. طلعنا طالبنا بحقوقنا ووقفنا هنا واجوا وقالوا حقوقكم 300 قرار 315 ما نقدر على تطبيقه، لان حاليا ماكو ما الماليه ساده ابوابها، بس راح نصرف لكم قطع وسلف، لا القطع ولا السلف اللي انصرفت انه. ما حد سمع اصواتنا، رجعنا طلعنا مره ثانيه وهم وعدونا بوعود والوعود كلها ما تنفذت. اعلينا واجبات ان حقوق. كل ما هاي وهددونا ننهي خدماتكم ونبطلكم، ليش؟ ليش تبطلنا؟ شنو اللي مسوي؟ وعود كاذبه كافي، وعدنا المحافظ وما وفى بوعده، وعدنا المدير ما وفى بوعده، هاي الناس طالعه ما حد له شغله بيها، نريد نعرف هاي الشريحه ليش ما حد له شغله بيها؟ خلي يجينا مسؤول برلماني، خلي نشوف شنو احنا ما حد يعتبر ما حد يعترف بينا حتى نعرف احنا ما معترف بينا. كل دوائر الدوله محافظه النجف طبقت قرار 315 وسوت لهم تخصيص مالي من الوزاره، بس احنا من الشهر الرابع بشهر رمضان ها لحد هذا اليوم يواعدون بينا، نطلع مظاهرات يرجعونا، راح نعطيكم سلف، راح نعطيكم عرصات، راح نعطيكم حقوق، وكل شيء لمسنا من عندهم، يعني كل ثقه ومصداقيه بين الدائره وبين المحافظ وبيننا ما صار، يعني هذا كله حكي فارغ، واحنا تعبنا وملينا، احنا عمال وسواق بلديه النجف، الله يشهد، نشتغل بالزيارات ونشتغل بالعطل، ساعه ما يعطونا استراحه. لحد الان لا سلف ولا تطبيق قرار 315 ولا الاراضي، خصصوا لنا قطعه ارض قالوا هذه لكم، وطلعنا احنا كجهد يعني بدينا رحنا نظفنا وشلنا الانقاض والياتنا تشتغل ليل مع نهار في سبيل نامل انه هاي القطعه عندنا حسب قول السيد المحافظ، تالي يجي حزب يستولي عليها ويبوشونا، يعني احنا لكون شريحه مظلومه وفقيره هالضحك هذا عليهم.